سؤال تاني بيقول: في قناة شفناها اسمها مطبخ لومي لوما، لسه معمولة جديدة تاني يوم تقريبا من يوم 25/11. شفناها منزلة الفيديو بتتكلم، ويعني دي باين ان هي قناتها، لان عليها فيديو ليها وبتقول وكاتبة يعني ان هي قناتها اتسرقت يا جماعة، ودي قناتي الجديدة والكلام ده. هل فعلا دي قناة لومي لوما ولا مش قناة لومي لوما؟ لان انا كنت واحد من ضمن ناس كتير جدا بتوقع في الحتة دي وبيسرقوا محتوى غيرهم. ايوه، انا جيت في يوم من الايام حاولت اسرق محتوى غيري، فهحكي لكم قصتي مع يوتيوب، هحكي لكم تجربتي الشخصيه وايه اللي حصل لي، وكمان ايه اللي قابلته بعد كده من يوتيوب. ومع العلم يعني ان انا بقالي 3 سنين على يوتيوب وعندي 12000 مشترك فقط لا غير، 3 سنين وعندي 12000 مشترك ولسه مفعل الربح بقالي حوالي شهر. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوف الفيديو بتاعي النهارده. انا يوسف سعيد، والنهارده فيديو جديد. في الفيديو ده ان شاء الله هنعرف هل لومي لوما بقت عندها قناه تانية، وبنتها تقى عملت لها ايميل جيميل تاني وقناه تانية ولا لا، وكمان هوجه مسج وهوجه رساله وهقول تجربتي الشخصيه في فكره سرقه القنوات وسرقه الفيديوهات، وليه الناس بتستغل حاجه زي كده. ومجرد ما القناه يعني اتسرقت، الناس بدات تستغل يعني في نفس اليوم تقريبا تعمل قناة تانية جديدة ويطلعوا انا لومي لوما ودي قناتي الجديدة والهري ده كله. فان شاء الله هحكي لكم تجربتي الشخصية لعل وعسى حد يستفاد مني، ومحدش يعمل حاجة زي كده، لان لو حد عمل قناة تانية بيحصل له حاجة كتيرة جدا. واكتر حاجة بتحصل له او اكتر حاجة بيواجهها ان هو اصلا مش بيحقق ربح من على اليوتيوب. بس هحكي لكم تجربتي الشخصية ايه اللي حصل. ومع العلم يعني ان انا بقالي 3 سنين على يوتيوب وعندي 12000 مشترك فقط لا غير، 3 سنين وعندي 12000 مشترك ولسه مفعل الربح بقالي حوالي شهر. فانتم متخيلين يعني المفروض تفعل الربح بعد 1000 مشترك، ولكن غلطتي اللي حصلت واللي انا عملتها واللي انا كنت السبب فيها هي اللي خلتني اتاخر ده كله. فاتمنى منكم بجد ان كنتوا تسمعوا الفيديو ده للاخر، عشان بجد يعني الفيديو ده فيه كميه حاجات رهيبه والله العظيم. اللي هيفوته مش هستفاد اي حاجة، وعادي بقى، لان دلوقتي في ناس كتيرة بتخش على اليوتيوب وهمها الشهرة وان هي تيجي تجمع شروط اليوتيوب وخلاص، 1000 مشترك و 4000 ساعة، مش همها ان هي تعرف قوانين يوتيوب او سياسات يوتيوب من خلال يعني انتهاكات حقوق الطبع والنشر وكده. وان شاء الله اكون سبب في ان محدش يغلط والقناة كلها تكبر وتحقق الربح وتعمل نفسكم فيها رب العالمين. بس قبل اي حاجة ياريت تعملوا لايك للفيديو ده وتوصلوا لأكبر عدد من اللايكات، وياريت كمان لو انت اول مرة تشوفني يعني دوس اشتراك. طيب ده اول جزء من الفيديو واللي هرد عليه على جميع الاسئلة اللي انتوا عايزين تعرفوها. واول سؤال معانا: هل لومي لوما عملت قناة جديدة؟ الاجابة لحد دلوقتي ما عملتش قناة جديدة، لحد دلوقتي ملهاش اي قناة غير مطبخ لومي لوما، دي بتاعتها الشخصية وقنوات طبعا بناتها، انما هي شخصيا ما لهاش غير مطبخ لومي لوما. تاني سؤال بيقول: هي فعلا قناتها اتسرقت ولا ده حوار وفيك ومقالب والكلام ده عشان بس يجيبوا مشاهدات وعشان يكبروا القناه بتاعتها التانيه؟ طبعا يا جدعان الكلام ده لو حوار هي اكيد قناتها مش هتختفي من على يوتيوب. يعني مثلا لو لومي لوما بتهزر او عايزه تعمل نفسها ترند وقناتها تكبر زي قنوات تانيه، والحقيقه انا وقعت في قناه منهم كنت عايز اساعدها وفي الاخر لقيتها يعني طلعت انسانه كدابه، وانتوا اكيد عارفينها يعني اللي متابعني كويس عارف هي مين، ولكن مش هطلع اتكلم عنها دلوقتي، يعني انا سايب الحته دي لمناسبه تانية. لكن ما علينا دلوقتي، هي يعني هي لو بتهزر او كده قناتها مش هتتمسح من على يوتيوب. لو هي عايزه تعمل نفسها ترند وعايزه تتشير، هي يعني مش محتاجه ان هي تعمل نفسها ترند، لان هي ما شاء الله الله اكبر عليها، يعني من النوع اللي دايما مجتهده، بتعمل فيديوز كتير، بتعمل اللي عايزاه الناس، قناتها كبيره مش محتاجه انها تطلع ترند. يعني هو كده كده اصلا كانت بتطلع ترند، يعني من غير الحوار ده لو هي فكر اصلا ان هي تعمل حاجه زي كده هي مش محتاجه تطلع ترند، كانت بتطلع ترند وكلنا كنا بنشوفها ترندات يعني هي وبناتها، فهي مش محتاجه حاجه زي كده.
فالكومنتات بتاعتكو دي اللي هي بتقول انا عارف والله انتوا غصب عنكو، يعني انتوا بتقولوا ان ده مقلب وان ده هي عامله كده عشان خاطر ترند، انا عارف لان في ناس كتير عملت حاجه زي كده، اولهم احمد حسن واكرامي وزينب. لو تفتكروا من حوالي سنه او اتنين اكرامي واحمد حسن قلبوا على بعض وقال لك ده اكرامي ده حرامي واحمد حسن ده لا انا ما خدتش الشنطه وما خدتش اللاب والكلام ده كله، واحمد حسن وزينب كانوا بيتهموا ان اكرام دخل خد الشنطه وكان جايب لكم فعلا بقى حقائق وفيديوهات والهري ده كله، وفي الاخر قال لكم ده مقلب واحنا صحاب واحنا مش عارف ايه ومقلب فيكم والهري ده. من بعديها قناه اليوتيوب بقت تعمل مقالب ان قناتها بقى ايه اتسرقت مش عارف ايه اللي اتسرق الحاجات دي كلها، ولكن صدقوني قناه المنومه حرفيا اتمسحت من على اليوتيوب، والوحيد اللي يقدر يرجعها اكيد مش هقول لكم انا يعني، طبعا ربنا سبحانه وتعالى بعد كده دعم اليوتيوب، دعم اليوتيوب هما اللي قدروا يرجعوها بعد يعني توفيق ربنا طبعا، فهم الناس الوحيدة اللي قدروا يرجعوا القناة دي، لأن لومي نفسها يعني هتبدأ إن هي إيه تبعت بقى بياناتها الشخصية، إثبات ملكية، جواز سفر، ده كله صورة شخصية لبطاقتها كل حاجة عشان تثبت إن دي فعلا يعني قناتها وإن هي فعلا اتسرقت. تمام، فكرة إن هي عملت مقلب عشان قناتها تطلع ترند وقناتها التانية تكبر لا دي مش حقيقة خالص، ولو حاجة زي كده فعلا نفترض ان هي حقيقة انا معاك، ولو نفترض ان هي حقيقة قناتها مش هتتمسح من على اليوتيوب، هتفضل موجود اتسرقت بس مش هتنزل عليها فيديوهات زي ناس معينة انا طلعت اتكلمت عنها، ولو قلبت عندي في القناة هتعرفوا انا مين اتكلمت عنها، والحقيقة انا اتخدعت فيهم يعني انا ما اعرفش ان ممكن حاجة زي كده، يعني مش عارف ليه هي طلعت عيطت وطلعت يعني، وجوزها كمان طلع وقعد يقول انا مش عارف انا كان في بالي ان انا كنت ساعدها، والله كان في بالي ان انا كنت ساعدها كنت عايز ارجع لها القران طالما هي لسه ما اتمسحتش من على اليوتيوب. طبعا بتكلم عن حد تاني غير لومي، لومي لو قلبته في القناه عندي هتعرفوا انا بتكلم عن مين. تالت سؤال بيقول طب هي دلوقتي لو قناتها ما اتسرقتش وهي عملت حوار وهي كمان يعني اخفت القناه بتاعتها من على اليوتيوب، فكده انت يعني موقفك هيكون ايه؟ طيب موقفي هيكون ايه؟ موقفي ان انا هطلع بفيديو حصري حرفيا، ويعني هتشوفوا بقى البلاوي بتاعتي بقى والله بجد هطلع مش هسكت، انا ما انا اصلا انا هتضايق اصلا انا دلوقتي طالع بتكلم كلام انت هتصغريني هتخليني بقى لا، فانا هطلع ارد عليها طبعا وهطلب من كل الناس اللي عندها ان هم ما يصدقوهاش تاني لان ده غلط انت كنت ماشيه صح وهكذا، يعني هبدا على الريتم ده مش هغير يعني، بس انا برضو ثابت على موقفي ان القناة طبعا اتسرقت، يعني مش القناة نزل عليها بيتكوين ونزل عليها لايف بس مباشر، فالحوار يا جدعان كان متاخد له سكرينات والقناة اتحذفت، انتوا لو جيتوا بحثتوا يوميات لومي لومة او لومي لومة هتلاقي القناة ممسوحة. السؤال الرابع، هل لومي لومة هتستمر على يوتيوب ولا خلاص كده مش هتشتغل تاني على يوتيوب؟ طب يا جدعان لومي لومة هي يعني مستنية بس تشوف الدنيا، هي بقى لها يعني كام يوم ما نزلتش فيديو غير اخر فيديو فيه هي طلعت اتكلمت وقالت ان هي ما عملتش ولا قناة وطمنتكم عليها، فهي لحد دلوقتي ما عملتش فيديوهات حصرية ليها لا طبخ بقى ولا روتين ولا مقالب ولا الكلام ده كله، لان هي فعلا في مشكلة كبيرة، مجرد ما تخلص مشكلتها ايا كان بقى ان شاء الله قناتها رجعت هتكمل عليها وهتفرحكم وهتبسطكم وهتطلع ترند اكيد بعد يعني اللحظة دي، يعني الناس كلها طبعا مشغوله بالمشكله دي، ولو لا قدر الله لا قدر الله يا رب قناتها شكرا كده طارت وذكرياتها وتعبها وشقاها وكل ده طار وما عرفتش ترجع اي حاجه، فانتوا شوفوا بقى ممكن تقعد لها عيني بالشهر ما تعملش فيديوز من كتر الاكتئاب اللي هي فيه، مش عارف ممكن يحصل لها ايه، لان بجد القناه دي يا جدعان هي طبعا كانت كبيره فصعب ان حد بعد ما يوصل للمليون واكتر ان قناته تتاخد كده تصير فجأة، ما بالك بقى ده في ناس والله العظيم ثلاثة بيخشولي على الازهر عندي على ماسنجر على فيسبوك يوسف قناتنا والله العظيم 2000 مشترك 1000 وحاجة وهتتقفل عشان خاطر حاجة واحد اتنين تلاتة، الجيميل مثلا فيه مشكلة، تاريخ الميلاد مش عارف في ايه، والله فالحقني بسرعه اعمل ايه، بقف جنبهم اساعدهم رغم ان قناتهم 1000 1000 ونص 2000 يعني ملهاش لازمه، في 1000 ونص 2000 ده مفيش، ده انا فتحت قناه بكره بعد اسبوع اسبوعين هوصلها 1000 1000 مشترك، ف
فما بالكوا بقى المليون، يعني شايفين دي خايفة على ايه ودي خايفة على ايه. فان شاء الله بخير باذن الله، وترجع تاني ونشوفها كده على خير باذن الله هي وبناتها. سؤال تاني بيقول: في واحد قناته حوالي 4 مليون مشترك، شاطر جدا في التكنولوجيا، وانسرقت قناته بنفس الطريقة، اتبعت له لينك لإعلان على لعبة والمبلغ كان عالي جدا، طبعا وافق بعديها. يعني طبعا هم اي حد من الناس اللي هم الهاكر بيبداوا ان هم يبعتوا مبلغ عالي ويغروك بمبلغ، وبيكلموك بطريقة كأن الشركة اللي بيكلمك طريقة يعني ملهاش حل، انت تتوثق ان دي شركة، وبيكلموك على فكرة من اكاونت كبير، يعني مش بيكلموك من اكاونت، انت تتوثق ان دي شركة، انت مش ايه ده طريقة لهجتهم في الكلام السيستم. لا يا باشا دي شركة، وشركة محترمة، يعني انت تقول الله كده خلاص بقى الزهر لعب معايا. وكان بيقول ان هو مش خايف لانه كان معاه، بيقول ان معاه مفتاح جوجل، ده يعني محدش يقدر يخترق حسابه، بس طبعا عشان وافق وقبل اللينك فكأنه سمح له بدخول على ايميلاته. شكرا كده كل قنواته اللي على الموبايل وعلى اللابتوب اتسرقت ف ورجعه تاني بقى تقريبا. يعني بصوا حوار اللينك ده صعب جدا، وحوار الابليكيشن اصعب واصعب. يعني في لينكات مخصصه تقدر تاخد مثلا حاجه معينه من عندك، تقدر تعرف باسورد الفيس ومين الفيس، يوتيوب قناه كده، انما الابليكيشنات عموما انت يعني بيبعت لك في البدايه ايه الموضوع كالاتي: بيبعت لك في البدايه ابليكيشن، لايك ابليكيشن ده المفروض تشتريه مثلا بفلوس، سي مثلا 1000 جنيه، 3000 جنيه، فيقول لك عشان انت هتعمل الاعلان عن البرنامج ده فانا هبعت لك نسخه مجانيه. هبعت لك ايه نسخه مجانيه؟ فانت طبعا ماشي نسخه مجانيه. واحد يقول لي ما يبعتلوش فلوس ليه مثلا؟ يا ابني ما هو حرام يا ابني، هبعت له فلوس ازاي؟ ما هو لازم يبعت له نسخه مجانيه من البرنامج. بس دي للاسف مش نسخه مجانيه، دي نسخه مجانيه وهميه. يعني هو نفس البرنامج لو بعت لك قال لك احنا عايزين نفترض مثلا نعمل اعلان لشركه تيك توك او لبرنامج تيك توك، وكانش لسه حد يعرف بقى برنامج تيك توك ده نهائي، فطبعا اي حد بيجي ينزل برنامج تيك توك بيطلب منه فلوس، مش مجاني مثلا يعني. فطلب منك فقال لك انا هديك ايه البرنامج ده نسخه منه مجانيه، بس طبعا ده هو البرنامج ولا دي نسخه مجانيه ولا اي حاجه، هو نفس السيستم من بره البرنامج، ولكن دي يعني ده برنامج وهمي. فانت مجرد ما تنزله على الجهاز عندك شكرا كده، هو هتفتحه طبعا وهتعمل سيف ليه وهتعمل اكسبت لكل حاجه طالبها منك وسماح لكل حاجه، هيبدا يقول لك سماح للصور، سماح لجهاز اتصال، مش عارف ايه، تدوس على كل حاجه سماح شكرا، هو خد منك كل حاجه. زي برضو الوجه اللي حصلت قبل كده في الواتساب الذهبي. الواتساب الذهبي ده يا جدعان حرفيا اللي عامله بياخد كل حاجه من على اي جهاز، اي جهاز يقدر يخترقه، انما الواتساب اللي هو العادي اللي تبع فيسبوك لا طبعا. يعني مارك مش محتاج يعمل حاجه زي كده، مارك ده صاحب فيسبوك وصاحب واتساب دلوقتي، فمش محتاج يعمل حاجه زي كده. فالواتساب الذهبي وواتساب عمر وجي بي مش عارف ايه، واتساب والازرق والبني والبرتقال، الحاجات دي كلها هي ميزاتها حلوه، فيها ميزات طبعا حلوه، ولكن حرفيا بيبقى فيها هاكر كتير. سؤال تاني بيقول: في قناه شفناها اسمها مطبخ لومي لوما، لسه معموله جديده تاني يوم تقريبا من يوم 25/11، شفناها منزلة الفيديو بتتكلم، ويعني دي باين ان هي قناتها لان عليها فيديو ليها وبتقول وكاتبة يعني ان هي ايه قناتها اتسرقت يا جماعة ودي قناتي الجديدة والكلام ده. هل فعلا دي قناة لومي لوما ولا مش قناة لومي لوما؟ طب يا جدعان مبدئيا دي مش قناة لومي لوما، دي قناة يعني واحدة سرقة المحتوى بتاعها وسرقة تقدر تقول كده سرقة كل حاجة، فتحت قناه جديده قالت هوبا تعمل، طالما القناه بقى اتسرقت بقى ويلا وبتاع، فالناس كلها تبدا تدور على لومي لوما، فراحت عامله الفيديو وكتبت ان هي دي قناتي، وقعدت تحلف وحسب الله وكيل فيكم ومش فيكم، بتحلف بالله ان دي قناه لومي لوما ودي قناتها والكلام ده كله. فدي فعلا مش قناتها، دي واحده او واحد استغلت ان لومي لوما طبعا شكرا كده قناتها اتسرقت، فقالت ان هي تركب ترند وتعيش بقى تعمل قناه ثانيه تقول ان دي قناه لومي لوما الجديده عشان القناه تكبر والناس يتابعوها ويعملوا لها اشتراك ولايكات والكلام ده كله. وفي الحقيقه الفيديو ده انا عامله عشان خاطر النقطه دي، عامله عشان خاطر اقول لكم تجربتي الشخصيه مع يعني سرقه الفيديوهات وسرقه المحتوى، لان انا كنت واحد من ضمن ناس كتير جدا
بتقع في الحتة دي وبيسرقوا محتوى غيرهم. أيوة أنا جيت في يوم من الأيام حاولت أسرق محتوى غيري، ولكن ما سرقتش بمعنى الكلمة اللي هو السرقة الكلي بقى إن أنا أسرق المحتوى كله، لا لا كنت بسيط والله، كنت لسه يعني حرامي صغير. فهحكي لكم قصتي مع يوتيوب وهحكي لكم تجربتي الشخصية وإيه اللي حصل لي وكمان إيه اللي قابلته بعد كده من يوتيوب. هل فعلا قناتي اتفعلت من بعد ما سرقت وعملت وعملت كل نفسي فيه وانتهكت حقوق الآخرين ولا لأ؟